وخلينا محتاجين جراءة. ايه هي الجراءة اللي عايزنا؟ يتم تسوية هذا المبلغ اللي موجود بين التلفزيون وبين بنك الاستثمار القومي بقرار سيادي مجلس الوزراء. يتم اسقاط، انا وجهة نظري يتم اسقاط هذا الديون اللي على التلفزيون المصري، يتم اسقاط الديون اللي على مؤسسة الاهرام. ليه؟ لانه المؤسسات دي يا جماعه مؤسسات مش مصنع اسمنت يا جماعه. ده التلفزيون المصري والاهرام مش مصنع بتاع خردوات، مش مصنع بلاستيك. ده شغلته بيشكل وجدان الناس، ده اسم الدوله، لسان الدوله. لما اتعامل مع التلفزيون يقول انت بتكسب ولا بتخسر، مش مشروع حضرتك، ده في حاجه اسمها دوله والدوله لها تكلفه. تكلفه الدوله ايه؟ ان يكون عندي لسان بيتكلم باسم اللي هو التلفزيون والاهرام. فما ينفعش اقول ده بيخسر، الاهرام بتخسر كل سنه قد كده. نعم، طب ما انت عايز خلاص بيعه، بيع الاصول واعمل مصنع اسمنت تكسب. الفكره انا ببيع ايه؟ ده انا بشكل وجدان الناس، ده انا لسان الدوله، ده انا صوت الدوله. يا جماعه الموضوع الاعلام وموضوع المتحدث باسم الدوله او الكلام باسم الدوله ده موضوع مهم جدا، مش رفاهيه بالمناسبه. وانا دايما بقول هذا المثل وبعيده كل شويه، بقول مثل كده يعني ايه بعيد عن الموضوع شويه. سيدنا موسى ربنا اختاره يبقى نبي. سيدنا موسى نبي، قال له لا انا ما بعرفش اتكلم، انا عايز اخويا هارون عشان بعرف اتكلم كويس. فجابوا سيدنا هارون، ربنا اختاره نبي سيدنا هارون عشان يتكلم نيابه عن سيدنا موسى. ده متحدث رسمي، اول متحدث رسمي في التاريخ نبي. فده انا بقول الموضوع من عظمه واهميه المتحدث باسم الدوله او المتحدث باسم، ما هو كان متحدث باسم النبي اللي هو سيدنا هارون. يعني انا بقول ايه، ربنا اختاره نبي، لقال له لا انا عايز واحد بيعرف يتكلم. فاحنا الموضوع مش سهل، فما تجيش نسفه ونضحى الموضوع ونقول التلفزيون بقى نقفله بقى ونبيعه ونعمل كافيتريات ونعمل مش عارف ايه. نتكلم في ايه؟ ده امن قومي. المبنى ده تاريخ، المبنى ده تعدي قدامه وتفتكر حاجات. الاهرام دي قصه، ما ينفعش تقول الاهرام بقى اصله خلاص بقى وبتخسر ومش عارف ايه. الاهرام في فساد يا عم، كانوا جايبين هدايا، عم اللي جاب هدايا دخل السجن، خلصنا يا عم، مش هنقعد نعيط على اللبن المسكوب. فانا وجهه نظري انه التلفزيون المصري عشان يعاد له بهائه والمؤسسات الصحفيه يعاد لها بهاء، محتاجين ثوره. هذه الثوره تبدا باسقاط الديون.